سيدنا السلام عليكم. تنعاودو نجددو اللقاء ديالنا بكم في الحلقه الثانيه من حلقات شهر رمضان رياضه للجميع. اليوم كنكون هنا والكوتش احسان اللي غنقدم لكم بعض الحركات الرياضيه اللي يمكن لكم انكم ديروها دائما في المنزل ديالكم، سواء قبل الفطور سواء من مورا الفطور. اذا مشينا على بركه الله، خلاص دائما قلنا شويه ديال ليشوفمون ابخي عاد نبداو حركات ديال الضغط كوش دوات. ما تحتاجوش حتى شي ماتيريال، ما تحتاجش انك تمشي للنادي، ما تحتاج حتى شي واحد. الحركات يمكن لك دير بريك في المنزل ديالك بلا حتى شي حاجه. نحاول انني ندور الجسم ديالي بشكل جيد، نحاول انني نزير البطن ديالي ونخلي الظهر ديالي في وضعيه مستقيمه. فوق يديه بجوج جوج ثلاثه اربعه خمسه سته فوالا. هاد الحركات يمكن لنا نعاودوهم حتى 30 ثانيه. بعد ذلك نحاولوا اننا نوقفوا وناخذ التنفس ديالنا، ولكن دائما رجلينا في وضعيه بلاصتهم كنتحركوا. بعد ذلك غادي نمشي 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4. نحاول نحرك يديا مزيان، نسرحو، نحاول ندور الجسم ديالي بشكل جيد. دابا حركه دائريه 1 جوج. هاد الحركات كنخدمو الظهر، كنخدمو الجوانب، وكنخدمو حتى رجلين ديالنا. التنفس ما كنساوش، ديما الجسم ديالنا كيخدم بشكل جيد، ونحاول انني ما نزيرش الجسم ديالي. ثلاثة جوج، وكلنا غادي نشوفو لهاد الجهة، نحاول نخدمو بجنوب ديالنا، الكبة ديالنا. جوج ثلاثة أربعة، عشرة مرات على اليمين، وغادي ندورو الجهة الثانية. جوج، نحاول نجرب يديا مزيان. نخدم بحال كرة احسان، هاد الرجل ديما فريشي شويه ما كتكونش مسرحه، ونحاول انني نوصل بيديا عند الرجل ديالي بشكل جيد. ثلاثة، جوج، واحد، ونبقاو في هاد الوضعية. 1 2 3 4 5 6 7 من بعد كنجيو 1 2 3 4 كما قلنا 15 في اليمين و 15 في اليسار، المجموع هو 30 ثانية كتعطيك جوج، وحدة، جوج، ونبطو 1 2 3 4 5 6 7 8 9. مدة ديال 30 ثانية وكنوقفو. فوالا دابا غادي نزيدو خطوة لقدام. 1 2 3 4 5. دائما خدامين الحركات ديالنا، كنحاول اننا نخليو الجسم ديالنا بشكل جيد. التنفس دائما كيكون الظهر ديالي مستقيم، ويديا كيحاول انهم يخدمو مع رجلين ديالي. جوج وحدة ستوب. نحاولو أننا نكونو في هاد الوضعية هادي، تلقاو يدينا لتحت، ناخدو التنفس ديالنا بشكل جيد، ونحاولو نهبطو لتحت. يعني كنعاودو نجمعو رجلينا لهنايا، وغادي نخدمو 1 2 3 وندور 1 2 3 وندور 1 2 3 وشونج 1 2 3 On dort. 1, 2, bravo. 3, on change. Hop, hop. 2, 3 et 4. Stop. سيدنا كيفما كتعرفوا في كل حلقه ديالنا كنحاولوا اننا نديروا بعض التمارين ديال البطن انا والكوتش احسان. دابا نشوفوا بعض حركات البطن اللي غيكونوا ساهلين عليكم ويمكن اي واحد يديروا معنا. دونك في كل حركه غادي نخدموا غادي نحاولوا نخدموا فيها بين 15 و 20. 1 2 3 5 13 14 اي 15. وغادي نعاودو نجيو لهنايا ونديرو ايلانج ديزون رجلين ديالي هنا، نحاول نحط يديا لقدام اي جو بلوك. 1 2 3 4 5. الظهر ديالي خصو يكون مستقيم، البطن ديالي خصو يكون مزير مزيان مشدود، ورجلين ديالي حتى هما، وعملية التنفس مكنوقفهاش بشكل جيد. بعد ذلك كنرتاحو واحد المدة قصيرة ديال 10 حتى 15 ثانية، وغادي نمشيو للحركة الثانية. الحركة الثانية غيكونو رجليا بجوجهم هكدا، نحاولو نطلعو مرة عند اليمين مرة عند اليسار. طلعي عند اليسار. 1 2 3 4 5 6 13 14 15. بعد ذلك كنحاولوا اننا نرتاحوا في نفس الوضعيه اللي درنا قبيله، الجسم ديالي مزيان، وكنجيو في الوضعيه هذه. الناس اللي عندهم مشكل ما يقدروش انهم يهزوا الركابي ديالهم من الارض، يحاولوا يكونوا في الوضعيه هذه. يجيو 1
جوج. بالنسبة للناس اللي ما عندهم حتى شي مشكل يمكن لهم يجي واحد جوج ثلاثة أربعة عشرة في اليمن وعشرة في اليسار تسعود إيه عشرة ونعاودو نرجعو لبلاصتنا هنا ثلاثة جوج واحد ستوب. سيدنا خلقتنا سيرات ونتمنى نلقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله.